اسلم على الراجل الطيب هو. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي كده لما انت تبقى قياده وتقعد تعمل اللي انت بتعمله ده. اتفضل لو سمحت على جنب. بتقدمها بعد اذنك صح؟ وبعدين اللي بيتكلموا ورا ده مش هتكلم انا. الاخوه اللي ورا يا اما انتوا جايين عايزين تبوظوا المؤتمر ايوه كده تبوظوا المؤتمر قولوا لي. لو سمحت المجموعه اللي ورا ده لو سمحت. اتفضل يا استاذ اللي واقف انت. اتفضل. مشوار ما خلص لان في ناس كتيره على مستوى عالي جدا غير مؤمنه ان دي فلوس بتاعتكم، واخدت مني وقت طويل ان انا افهم كبار القوم وكبار القضائيين ان دي فلوس خاصه، ولغايه ما كتبناها فلوس خاصه تدار اداره مستقله وفي مجالات امنه وعوائدها تعود على اصحاب المعاشر. وانني باسمكم هنا باسمكم جميعا اوجه كل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته ووقوفه معنا من اجل استعاده الحكومة المعتصمه. وانا بقول لكم عايزين نقعد معاه عشان نقول له الورق اللي هيجي لك من الماليه او التضامن نحن لا نعترف به. لا نقول له الحقيقه وحدها هو ده اللي عايزها الريس. هكذا التراكم النضالي في العمل السياسي. اللي هي قدمت استقالتها اعتراضا على الاتصال بتقدمها بعد اذنك صح؟